مثلا عندنا قميجة، عندنا تبلية تكفى علينا اتاي اتاي بقعد اتاي كنعرفو مشاكل ديال اتاي كيتصبغ ودغيا تيلصق انت بغيتي شي حيد كيبقى صفر واخا كتغسليه وكيبقى صفر اشنو اللي ديري؟ ناخدو عصير ديال الحامض، نرجعو للحامض عصير حامض نحطو عصير الحامض فوق ديك البقعة هذيك ديك الطبعة هذيك نخليها واحد الساعة ونص ساعة ونص هيك من بعد نفركوها غير بيدينا غير حتى حاجه إيه. ومن بعد نشلوها بالماء بارد إيه. بالماء بارد غير العصير ديال الحامض نفركوه نخليو كي ساعه ونص هذيك الطبيعه ديالنا كتحيد ومن بعد كنفركوها بيدينا نفركوها بيدينا ومن بعد نشلوها بالماء بارد. هذه على توب اي توب كيف ما كان وخا ملون ولا غير البيض غير البيض شطور البيض واخا هذه فكره رائعه بقدات